بالتزامن مع الإجراءات والحزم الطبية الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، حرصت وزيرة الصحة والسكان على الوقوف على مدى تطبيق تلك الخدمات العلاجية والوقائية الجديدة خلال جولتها التفقدية بمستشفي الساحل والمطرية التعليمي، والتي أبدت خلالها العديد من الملاحظات للأطقم الطبية لتذليل المعوقات الصحية كافة للحالات المشتبهة والمصابة بفيروس كورونا المستجد. دخلنا زي ما قلت 320 مستشفى، بقينا 376. دخلنا الوحدات والأطقم الطبية اللي في الوحدات وزائرات الصحيات في الخدمة، بقى الدواء متوفر في كل مكان، بقت في قوافل علاجية. القاهرة بس فيها 50 عربية قوافل علاجية في المناطق الشعبية تدي العلاج وتتيحه. فعملنا تطبيق صحة مصر اللي دخل عليه في أقل من 72 ساعة أكتر من 600 ألف مواطن، بيتيح كل حاجة. تطبيق صحة مصر زودنا 105، بقى 500 متلقي بلاغات. ربطناه بالشكاوي، مكتب الشكاوي في مجلس الوزراء علشان يساعدنا. دلوقتي بندخل فيه خدمة الاستشارات الطبية، وأنا كنت حريصة أن أنا آجي في أهم مكانين دلوقتي في القاهرة، الساحل التعليمي المطرية التعليمي اللي فيهم أكتر من 1200 سرير بما فيها الرعايات وفيها أطقم طبية على أعلى مستوى. كما تفقدت الوزيرة القوافل الطبية التي أعدتها وزارة الصحة للوصول إلى المواطنين والحالات المشتبه بها بمحافظات مصر كافة. تم تجهيز 1000 سيارة قوافل علاجية في جميع أنحاء الجمهورية. القوافل دي وظيفتها إن هي هتوصل للمخالطين أيا كان مكانه. المخالطين إحنا هنديهم الأدوية الوقائية ليهم. تم توفيرها عن طريق 3 طرق، عن طريق الوحدات الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، دول حوالي 5000 وحدة صحية، عن طريق قوافل علاجية اللي هتجوز جميع أنحاء الجمهورية، دول 1000 قافلة، وبعض الناس اللي هم الكبار السن هيتم توصيل الأدوية دي إليهم في منازلهم. كما دعت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا بضرورة التوجه إلى المراكز العلاجية ليكونوا نواة في خطط العلاج من خلال فصل البلازما واستخدامها في علاج المصابين. احنا عندنا أكتر من 30 متعافي خدنا منه بلازما، متعافي عد على تعافي شهرين أسبوعين، بناخد منه البلازما، بنفصل البلازما، بنعمل لها نيوتراليزيشن، بنحقنها للحالات الصعبة، بتجيب نتائج هايلة جدا، جابت نتائج كويسة جدا في كل المرضى اللي خدوه. فأرجو وأدعو كل المتعافين إن هم يساهموا معنا في علاج الحالات الحرجة من خلال التبرع بالبلازما، لأن البلازما فيها الأجسام المضادة للمرض، وده بيساعد على شفاء الحالات المتقدمة. جهود المضنية وحزمة من الإجراءات الجديدة اتخذتها وزارة الصحة تتوافق مع طبيعة الموقف أولا بأول، بما يؤكد حرص الدولة المصرية على مواجهة فيروس كورونا بشكل واقعي. محمد حلمي، النيل.